بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبا كان أولي محمد ديال التصحيح ديال تمرين ديال النظمات. هذا مختار من امتحان جهة على جهة الشرق ديال 2017. حل النظمة اللي عندنا إكس ناقص تلاتة يكريك كتساوي واحد، يعني إكس زائد تلاتة يكريك كتساوي 20. هنا باستعمال مثلا استعمال طريقة التأليف الخطية، هنا التأليف الخطية عندنا إكس ناقص تلاتة يكريك زائد تساوي واحد، وهنا جوج إكس زائد تلاتة يكريك كتساوي 20. ده اللي خدنا هنايا، إذا جمعنا هاد الطرف مع الطرف غادي نلقاو كيساوي عددين متقابلين. إذا هنا نجمع طرفي معادلتين واحد واثنان، نسموها معادلة واحد، نسموها معادلة اثنان طرفا بالطرف، فنحصل على إكس زائد جوج إكس ناقص تلاتة إيكغيك زائد تلاتة إيكغيك تساوي واحد زائد 20. جوج إكس زائد تلاتة زائد اتنين إكس هي تلاتة إكس، ناقص تلاتة إكس زائد تلاتة إكس مجموع ديال المتقابلين هو صفر، تساوي 20 زائد واحد هي 21. إذا تلاتة إكس تساوي 21. قسمو تلاتة إكس على تلاتة باش تخلصو من تلاتة، حتى 21 ناقص تلاتة على تلاتة، عندنا هي إكس تساوي 21 قسمو على تلاتة هي 7. هنا اللي نعوض مثلا إكس ب7 في معادلة مثلا واحد في معادلة واحد، يعني في هذه المعادلة الأولى. إذا شرط عندنا هنا عندنا 7 ناقص 3 إيكغيك كتساوي 1. 7 نحولها للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة إلى ناقص 3 إيكغيك تساوي 1 ناقص 7. ناقص 3 إيكغيك نحول الفرق إلى مجموع، ناقص 3 إيكغيك ناقص 1 زائد ناقص 7 مجموع عددين متقابلين اللي عندهم عندنا 7 وناقص 7، نحتفظو بالإشارة ديالو، كنديرو فرق المسافتين 7 ناقص 1 هي 6. نقسمو العدد اللي مع إيكغيك اللي هو ناقص 3 باش نتخلصو منه، تعطينا ناقص 6 مقسوم على ناقص 3، اختزلوا بها وتعطينا هي إيكغيك تساوي ناقص 6 مقسوم على ناقص 3 هي 2. ومنه حل النظمة هو الزوج إكس اللي كتساوي 7 وإيكغيك اللي كتساوي 2. وبعدها نكون سلمنا التحليل ديال التمرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.